أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 11 تسعة القمر موجود في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 8 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج أما بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم فعنا أول زاوية راح تكون هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة أربعة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة ببدأ خلو المسار يعني خلو المسار السلبي راح يبدأ في تمام الساعة أربعة وسبعة وأربعين دقيقة صباحا وراح يستمر حتى تمام الساعة 22 دقيقة صباحا، وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين، بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار. طبعا بدي أحكي شغلة عن خلو المسار، يعني توضيح لبعض الأشخاص اللي ما بيعرفوا إيش هو خلو المسار. خلو المسار اللي هي فترة انتقال القمر من برج لبرج ما بيشكل أي زوايا فعشان هيك بتصير الفترة هاي سلبية السلبية فيها مش إنها سلبية على المزاج مش إنه الشخص بصير متنكد أو بتتعركس الأمور أو هذا هي سلبية بإنك ما تبدأ بأي شيء جديد لأنه بتعمل تعطيلات في هذا الإشي أو الإشي هذا ما بيكون بالشكل اللي أنت بدك إياه فممكن إنه ما يزبط أو يكون مش, مز مش لمصلحتك أو يصير في أعطال مستقبلية هذا هو تأثير لخلو المسار عشان هيك بنقول ما تبدأوا بأي شيء جديد بل إكمال العمل اللي بدأتوا فيه ما قبل خلو المسار يعني بمعنى آخر اللي نيتك عليه أو عازم الأمر عليه ما قبل خلو المسار عادي لو نفذته في فترة خلو المسار ما في أي مشكلة يعني مثلا أنت بدك تشتري سيارة دفعت عربونها وصار انه ما في وقت مناسب الا للتنازل في فتره خلو المسار انت عازم على الامر ودافع العربون وخلص انت بدك تشتري فهذا الامر بتكمله اذا انت مثلا خططت لعمليه وتقررت العمليه في فتره خلو مسار هذا ما له اي تاثير ولكن انك تيجي في فتره خلو مسار وتحدد انه في عمليه او في زواج او في خطبه او في هذا فهذا الامر احنا بنقول عنه لا يصلح طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في رح ينتقل لبرج السرطان ورح يستمر يعني يبدأ يشكل أول زوايا ساعة ثمانية وعشرين دقيقة صباحا لأنه خلص بكون هيك استقر في برج السرطان بصير هاي الفترة بنشعر أنه بقوة العاطفة أكثر ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صور مثلا أو تذكار أو هدايا أو مواضيع لها علاقة بأشياء قديمة يجب أنه في هاي الفترة أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه في هاي الفترة نشعر بحافز أكبر لالتهام الكثير من الطعام في هاي الفترة يجب تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار او زراعه نبته او شجيره والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت. اما بالنسبه للزاويه اللي تليها وهي اوجها لها هي تاثير تقريبا سبع ايام الان اليوم اوجها وهي زاوية تقابل يعني بتيجي سلبية بين الشمس ونبتون راح تكون في تمام الساعة وخمسة و25 دقيقة صباحا يعني كانت لها سبع ايام موجودة ولكن اليوم الاوج تاعها اللي هي قمتها بيكون فبتجعل البعض انه يعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بتدل هاي على عدم استقرار المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري وربما مشاكل لها علاقة بالسفن أو البواخر أو الأشياء هاي بيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة أو المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات أو الطوفان برضو هاي الفترة لها علاقة بتسرب الغاز أو حوادث تسمم جماعية وكمان مشاكل بتصير في أسعار النفط يعني بصير إما هبوط سريع أو يعني ذبذب بالاسعار بشكل مش طبيعي وطبعا هاي الاشياء احنا شفنا انه الفترة الماضية معظم اللي احنا ذكرناه صار اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون في تمام يوم 13 تسعة رح يبدأ في تمام الساعة 12 واربع دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينتش وهذا يعني انه الفتره قصيره لمده خلو المسار اللي هي من الساعه 12 و4 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينتش وحتى تمام الساعه 3 32 دقيقه بعد العصر لا ينتقل بعديها القمر للسرطان اما بالنسبه لعمر القمر القمر المربع بلش ينحسر عن المربع 24 يوم في تمام الساعة 49 دقيقة بتوقيت جرينتش مساء بصير 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الجوزاء وبدي ينتقل للسرطان حتى يوم 13 تسعة المزاج سعيد عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج سعيد الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين عشرة مزاجها منتحس ولكن اليوم بنسبة عشرة في المية يعني لأنها فكت الزاوية اللي ما بينها وبين المريخ ولكن بدأت تشكل زاوية بسيطة ما بينها وبين اورانوس يعني لسه في زاوية ثانية رح تدخل على اشي له علاقة بالمفاجآت أما بالنسبة للمريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة 11 مزاجه منتحس بنسبة اربعين في المية المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12/9 مزاجه منتحس بنسبه 10% تقريبا زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29/9 مزاجه منتحس نفس الشيء 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14/1/2021 مزاجه منتحس برضه بنعطيه 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29/11 مزاجه ممتزج متقلب ولكن نحوسته بتصل ل 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس برضه بنسبه 10% طبعا كمان كم يوم المشتري راح ينهي تراجعه راح يرجع للحركه الاماميه وبعدين في عنا في يوم 29 الشهر برضه زحل راح ينهي التراجع لانه زي ما حكينا في حلقه الامس انه الفتره هاي هي من اصعب الفترات انه ست كواكب وكواكب حساسه جدا يعني المشتري والمريخ زحل اورانوس نبتون بلوتو هذول بتراجعوا كلهم مع بعض فهاي فتره ضغط على الاعصاب لغايه ما يفك المشتري من تراجعه يرجع للحركه الاماميه بصير يعطي ايجابيه بتطغى شوي على السلبيه اللي موجوده بالكواكب اللي موجوده بالجدي فشوي بصير في عندنا نوع من انواع الراحه او الأبراج بيحسوا بنوع من انواع الراحه في بعض الاوقات او في بعض الامور. وصلنا للتوقعات اليوميه. برج الحمل طبعا بما انه اول إشي بدنا نحكي عن البيت الشخصي لإلك لا بيتك الاول فهنا احنا بنحكي عن المريخ اللي موجود في البيت الاول اللي شوي بيأثر بنوع سلبي انه بيخلي في نوع من انواع الاندفاع او التهور او يعني الجراءة الكبيرة حتى بالكلام او بالفعل او بالتصرفات وبيخلي في نوع من انواع العصبية او ردات الفعل اللي ممكن شوي يكون فيها يعني نوع من انواع الحدية، اهم شيء ضبط الاعصاب بالفترة هاي، الاجواء جيدة، ممكن انك تغامر وتتجارى على كثير من الاشياء، يعني عندك طاقة هائلة جدا، ولكن اهم شيء انك تحكم اعصابك من انها تفلت من ايدك وتصل لمرحلة العنف، فهاي اهم نقاط بدك تنتبه لها. بالنسبة للبيت الثاني طبعا اورانوس موجود وهو بحفز بعض الامور اللي الها علاقة بالامور المالية، يعني بيعطيك قدرة ل عمل اشياء مناسبة جدا لها علاقة بالمال فممكن تحصل على بعض المكاسب او المرابح او ممكن يعني بعض المردودات المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي، اهم شيء انه بالفترة هاي حاول انك تقلل من مصاريفك. اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات والنشاط، يعني بحفز امور كثيرة على هاي القدرة. حاول تستغلها لغاية ساعات الصباح لأنه من ساعات يعني تقريبا الظهيرة شوي الأجواء بتصير مش لصالحك العصبية بتصير تحكم أكثر فحاول إنك تنجز أمورك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا مستقرة ما في أي مشاكل أو ما في أي أحداث مقلقة بالعكس يعني هي الأحداث المعتادة فبتتعاملوا على طبيعتكم طبعا بما أنه المريخ وزاوية تربيع مع بيتك الرابع في لحظات ممكن يصير بعض الأحداث اللي تكون يعني فيها نرفزة أو عصبية أو حدية فحاول تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة اليوم أجواءها ألطف شوي يعني بتحس انه في نوع من انواع العاطفة او الشغف العاطفي او الرغبة بتقرب من الاحبة او انجاز بعض الامور المهمة اللي بتتعلق فيك او في الحبيب، فهي اجواء ايجابية بتدعمك بقوة، حاول انك تستثمرها وتستغلها بشكل جيد. اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عندك انت هنا الشمس موجودة بلشت تشكل زاوية تقابل مع نبتون اليوم اوجها فعشان هيك شوي مواليد العشرية الثانية وبداية الثالثة هذول أكثر ناس بدهم يكونوا منتبهين لأنه ممكن يتراكم عمل عندهم أو يعني تزيد المسؤوليات عليهم في مكان العمل، ممكن بعضهم يدخل بمواجهات أو حدية بالطباع أو شوية أمور إلها علاقة بالنرفزة أو العصبية من أحد المعاونين أو اللي بيشتغلوا معك في مكان العمل. حاول تضبط اعصابك وبرضه في منكم اشخاص ممكن انه يكون في عندهم انشغالات صحيه او اهتمامات صحيه في بعض المسائل اما بالنسبه للبيت السابع فطبعا عطارد هنا بدعمك على مستوى بيت الشراكه صحيح انه بيسوي فيه نوع من انواع الحديه او الكلام اللي في لحظات ممكن يكون لاذع حاولوا انكم ما توجهوا انتقادات وما توجهوا كلام قاسي، أه عندكم قدرة عالية على الإقناع والحوار وتوصيل المعلومة ولكن بدون ما تفقدوا سيطرتكم على أعصابكم. أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً يعني بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة وخصوصاً من ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية أكثر. فممكن تعززوا بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو أموال الزوج أو الزوجة أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو تأمين أو حتى المواريث ممكن تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر لليوم الثالث موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الظهر فبظل النشاط مسيطر عليكم في الاتصالات البعيدة أو امور الها علاقة بالسفر او باشخاص خارج البلاد او امور حتى الها علاقة بالدراسة. من ساعات الصباح طبعا بتبلش الامور تتغير بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية يعني بصير الاتجاه لهذا المكان اهم شيء انك ما تتهرب من المسؤوليات وان كثرت حاذر الخلافات والانتقادات والمواقف الشائكة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت لراحتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا الأجواء رايحة على بيت السمعة فعشان هيك شوي بدك تدير بالك من بعض المسائل اللي إلها علاقة في بيت السمعة حاول أنك ما تشوه سمعتك ممكن هاي الفترة تحمل زي نوع من أنواع الامتحان أو أمور إلها علاقة يعني بمواضيع حساسه جدا لها علاقه بتداول خبر معين او تعاطي في مساله معينه لها علاقه بالعمل او مع زملائك بالعمل اهم شيء انك حاول انك ما تخالف القوانين كون واضح ما توجه انتقادات ولا كلام مش مفهوم يعني حاول تكون واضح في كلامك اما بالنسبه لبيتك 11 فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى الاصدقاء وعلاقاتك مع الاصدقاء فممكن اليوم تنشط إما بزيارة أو لقاء أو تعامل ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا أنت بتحكي عن نبتون بيت المتاعب وزي ما حكينا زاوية تقابل فهنا بالفترة هاي بدك تنتبه بشكل كبير على أعمالك وإنجاز أعمالك والامتحانات اللي ممكن تتوجه لك في مكان العمل وبرضه بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات، حاول انك تراقب صحتك الفتره هي حرجه على صحتك او صحه احد الاحبه. برج الثور طبعا القمر الان يعني موجود في مكان برضو حليف لإلك وخصوصا من ساعات الصباح رح يصير موجود في البيت الثالث لإلك. فعشان هيك اليوم بتتركز الامور كلها على الحركه والنشاط وخصوصا من ساعات الصباح بتحس بالامور هاي صارت اقوى ، يعني من الان الامور بتتركز على الوضع الشخصي او التقلبات النفسيه اللي موجوده عندك حاول انك تسيطر على اعصابك قدر الامكان ، الاجواء بتصير ايجابيه كل ما اقتربنا لساعات الصباح وبتصير افضل بالنسبه للبيت الثاني طبعا في بعض الاهتمامات على المستوى المالي لأن أساساً القمر موجود من الآن لغاية ساعات الصباح فبتظل يعني الأمور إلها علاقة في ضبط الميزانية أهم شيء تتجنبوا النفقات بالنسبة للبيت الثالث طبعا من ساعات الصباح رح ينتقل القمر للبيت الثالث فرح تنجحوا في أمور أو مجالات إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار افصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام بتضطر لدفع مبلغ طارئ من المال أهم شيء أنك تحاذر إهمال الوضع الصحي وتجنب الإرهاق في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة إما بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء الزهرة اليوم أحسن بتدعم من مواقفكم داخل البيت بتجيب أشياء لها علاقة إما بفرحة أو خبر معين أو بتسعد بلقاء أحد أفراد العائلة أو ممكن موضوع عائلي ينحل أو يصير في تقارب بينكم بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء جيدة من الشمس ولكن بدكم تحذروا اليوم زي ما حكينا اوج زاوية التقابل فمواليد العشرية الثانية اواخر العشرية الثانية واوائل العشرية الثالثة هذول بدهم يكونوا منتبهين من بعض الحدية او الانزعاج او الكلام اللاذع اللي ممكن يوجهوه لاحبائهم حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك وخصوصا اثناء تعاملك مع الاحباء او تعاملك مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فعطارد بدعمك بشكل جيد على مستوى العمل فممكن تحصل بعض المكاسب أو تنجز عمل ما خلال هذا اليوم وممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة أو حتى ينشغل في أمور لها علاقة بمراجعة الأطباء أو دراسة موضوع العلاقة بالصحة أو معالجة أمر صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة بتصير إيجابية أكثر مع ساعات الصباح يعني بصير في تقارب في وجهات النظر أو تحمل مصالحة أو حل معين لمسألة معينة أو لخلاف اليوم يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الشراكة المالية والعاطفية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى امور الها علاقة بالاموال المشتركة فممكن تعزز بعض المسائل اللي الها علاقة مثلا باموال الزوج اموال ما بتعود لك قرض دعم معين حل مساله الها علاقة بالقضايا المالية او الاطلاع على مساله الها علاقة بالغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء راح تدعمك بشكل جيد وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بمسائل إلها علاقة إما بالسفر أو بالتنقلات أو بالحوارات أو بالاتصالات البعيدة تواصل مع أجانب جامعة امتحانات ولكن أهم إشي أنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة ما في أي تأثيرات فعشان هيك بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أهم شيء أنه ما تخالفوا القوانين وما تجازفوا وما تغامروا برضو ما تدخلوا بأي حوار أو نقاش حاد ما بينكم وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل حاول تنجز أعمالك بوقتها وحاول أنك ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى بيت الصداقة ولكن اليوم ممكن يصلك خبر أو تنزعج من خبر معين بتعلق في أحد الأصدقاء حاول أنك أنت تنطلق وت يعني وتشوف أصدقائك أو تتعامل معهم ولكن زي ما حكينا بدون لا حدية ولا عصبية اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء أحد الأصدقاء اما بالنسبه لبيتك 12 فطبعا المريخ ما زال موجود فعشان هيك يعني اليوم حديته يعني موجوده فعشان هيك بتصير التقلبات على مستوى العمل او ضغط عمل او شغل كثير اكثر من المعتاد ممكن بعض المشاكل في بعض الاعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وفي منكم رح يدخل في مسائل الها علاقه باما تعب صحي او انه يكتشف بعض خصوم او الاشخاص اللي بتآمروا عليه في الخفاء فهذا شوي بتطلب منكم نوع من انواع الحذر وبرضه الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة برج الجوزاء طبعا القمر موجود عندكم وراح يظل موجود لغاية ساعات الصباح فعشان هيك انتم عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منه في ساعات الصباح القمر راح ينتقل للبيت الثاني فهون بتعيدوا تنظيم أموركم أو تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الأقساط ما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية هاي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع التعارف أو اللقاء الداعم لك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم راح تنشطوا في الاتصالات والحوارات والنقاشات عندكم سرعة بديهة عالية جدا اليوم راح يعزز ثقة أي شخص بمسائل إلها علاقة إما بامتحان أو تنقلات أو حتى بمقابلات أو مناقشات عندك ثقة عالية بالنفس والحظ بدعمك في هاي المسائل بقوة وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بشكل إيجابي أو تحصل نوع من أنواع الدعم اللي كان صعب أنك تحصل عليه بالفترة الماضية في منكم رح يهتم بمسائل لها علاقة إما بسيارة أو بأجهزة إلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا فيها نوع من أنواع الضغط شوي اليوم بسبب التقابل هو ايجابي اجمالا على كل مواليد برج الجوزاء يعني بيعززوا علاقاتهم العائليه والامور البيتيه وبتعمل نوع من انواع التقارب او التفاهم على مسائل معينه وممكن انجاز بعض الاعمال المهمه البيتيه ولكن مواليد اخر العشريه الثانيه واول العشريه الثالثه هذولا اكثر ناس بدهم يكونوا حذرين بالفتره هاي من بعض المشاكل او سوء التفاهم اللي ممكن يصير في البيت ما بينك وبين احد افراد العائله او مسائل الها علاقه بالاعطال المنزليه اللي ممكن تكون مربكه، فهدول بدهم ينتبهوا من ردات الفعل او من تقاعسهم او اهمالهم للمسائل او المسؤوليات. اما بالنسبه للبيت الخامس فالاجواء هنا يعني عطارد بدعم على المستوى العاطفي بشكل جيد وبقارب ما بينك وبين الاحبه او ما بينك وبين أبناءك مثلا ابنك ما بينك وبين أحد الوالدين الأجواء فيها إيجابية بقوة وبتدعمك بقوة أهم شيء أنك تعزز ثقتك بالنفس وتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد الحظوظ بتدعمك في بعض المسائل فحاول أنك تستثمرها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما في أي تأثيرات موجودة فعشان هيك تتعامل على حسب طبيعتك في أمور إلها علاقة بالعمل أو أمور إلها علاقة بالصحة أو مراجعات طبية أو حتى بتجديد أدوية مثلا أو إجراء بعض الفحوصات الفترة هاي فيها نوع من أنواع الإيجابية بما أنه ما في تأثيرات سلبية وتعاملك على حسب طبيعتك برضو بيدعمك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على برضو على مستوى بيت الشراكة روتينية فبتتعامل ما بينك وبين الزوج أو الزوجة على طبيعتك اهم شيء ضبط الاعصاب ما في داعي للحديه او لا سوء التفاهم حاولوا تكونوا واضحين بالتعاطي او بطريقه الحوار ما بينكم اما بالنسبه للبيت الثامن فطبعا الاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركه شيئا ما لانه بلشت يعني ها الكواكب تعمل زوايا جيده مع الشمس فعشان هيك في حلول لبعض المسائل اللي لها علاقه بقرض او دين او تسويه معينه أو أمور إلها علاقة بالميراث أو مثلاً بنفقة معينة أو محاكم أو حتى بالأمور الغيبية. أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا يعني ما فيها كواكب برضه ولكن بما إنه القمر رح ينتقل للبيت الثالث فمن ساعات الصباح نقول ممكن تنشط ببعض الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو المقابلات أو الأمور الجامعية. اهم شيء زي ما حكينا اللي اذا دخلت على امتحان حاول خصوصا الامتحانات الجامعيه حاول انك تكون مستعد اما بالنسبه للبيت العاشر فنبتون بدعمك على مسائل لها علاقه بالسمعه ولكن مساله التقابل هاي بنقول لمواليد اخر العشريه الثانيه واول الثالثه ما تجازفوا وما تغامروا ما تخالفوا القوانين حاولوا تكونوا حذرين نظموا اموركم بشكل جيد ما تدخلوا بنقاشات او حوارات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا اليوم نشاطك رح يكون على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تندفع أو تتهور بمغامرة إلها علاقة بأحد الأصدقاء فحاول برضو إذا كانت المغامرة هاي ما تجاذب فيها وإذا كانت مشاحنة ما بينك وبين صديق حاول أنك ما تأججها وتكبرها يعني ضبط الأعصاب مطلوب برضو على مستوى يعني التعاون ممكن تحمل لك نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين صديق في مسألة معينة ولكن زي ما حكينا أضبط انفعالاتك أما بالنسبة لبيتك 12 فأورانوس طبعا اليوم بيحدث بعض المفاجآت لبعض مواليد برج الجوزاء وخصوصا هي بتيجي أما على مستوى العمل يا أما على مستوى الصحي لك أو لأحد الأحبة برج السرطان طبعا الأجواء ما زالت بتحمل بعض الضغوط يعني التأثيرات لأنه ما زال القمر موجود من الآن لغاية الصباح في بيت المتاعب فمع ساعات الصباح التعب هذا اللي أنتوا بتشعروا فيه أو التراجع الصحي أو الضغوطات اللي أنتوا بتحسوا فيها مع ساعات الصباح بتتغير فبتمتلئوا نشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات بتتلقى إشارة وبتبدأ بتنفيذ خططك ممكن تستعيد حياتك رونقها وحيويتها ويكون عندك قدرة على الإنجاز خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالزهرة اليوم راح تحقق بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي فممكن يعني مكاسب أو حلول ممكن من أعمال أغلب الأموال اللي راح تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أهم إشي ضبط الميزانية صحيح أنه عندك قدرة على ضبط الميزانية بالفترة هي أكثر لأن الزهرة بعطيك إيجابية ولكن حاول تستثمر هاي الفترة لصالحك أما بالنسبة للبيت الثالث فالشمس شوي اليوم بتخلي مزاجك عصبي لأنه شوي هي مع نبتون أو تعطيك شوية مخاوف فحاول قدر الإمكان ما تستسلم لهاي الأمور وخصوصا مواليد الآخر العشرية الثانية أول الثالثة هم أكثر ناس رح يحسوا بهذا الأمر وبدكم تنتبهوا أثناء تنقلاتكم حواراتكم نقاشاتكم إذا عندكم امتحان بدكم تستعدوا بشكل جيد يعني الأجواء مش سلبية ولكن زاوية التقابل هاي اللي أثرت على آخر العشرية الثانية أول الثالثة هدول هم اللي بدهم يكونوا أكثر ناس حذرين اما بالنسبه للبيت الرابع فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى العيله او على مستوى البيت ممكن تعزز بعض النقاط او قوه داخل البيت ممكن حوارات او نقاشات او حل مشكله معينه كان صعب انك تحلها بالفتره الماضيه اليوم ممكن توصل لحلول او تتراجع عن قرار سابق او تسعى لمصالحه ما الها علاقه في البيت او اهتمام ببعض الاعطال او المسؤوليات المنزليه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتتعاملوا على طبيعتكم ما في أي شيء يعني لا بيأثر لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا على مستوى الأمور العاطفية أهم شيء أنكم تبعدوا عن الانتقادات والنقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى العمل برضو بشكل مش إيجابي ومش سلبي ولكن هي بتميل للإيجابية فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فبعزز نقاط لها علاقة بالشراكة الفترة هي أقل حدية من الفترة الماضية فهي جيدة للمصالحات وخصوصا أنه المشتري بشكل زاوية تثليث مع الشمس فعشان هيك الأجواء فيها نوع من أنواع المصالحة أو فيها نوع من أنواع الود بأثناء التعامل مع الشركاء أو مع الزوج الا اذا انتم طبعا غاويين مشاكل او الزوج غاوي مشاكل فممكن يثير اعصابك في اي لحظه بدك تضبط اعصابك ما في داعي للانفعالات ولا للتهور بالفتره هاي اسعى لتلطيف الاجواء. اما بالنسبه للبيت الثامن فالاجواء يعني شوي هنا بتحركك باتجاه امور الها علاقه بالاموال المشتركه. فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأموال الشريك أو أموال الغير أو استثمار معين أو قرض أو دين أو أمور إلها علاقة بالغيبيات مثلا أو الاطلاع على مسائل إلها علاقة بالأسرار يعني الفترة هاي شوي تطلب منك برضو أنك تنتبه بشكل جيد ما تجازف بأموال الغير اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا نحكي عن نبتون اللي شوي بيخلي عندك نوع من انواع الاهتمام بمسائل الها علاقة بالسفر او بالتنقلات بالاتصالات بامور الها علاقة مثلا بحل بعض المشاكل ما بينك وبين اجانب او اشخاص مقيمين خارج البلاد او التواصل معاهم او الاهتمام فيهم او في منكو اللي عنده امتحان جامعي او مقابلة جامعية بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ. اما بالنسبه للبيت العاشر فانا بعزز بعض النقاط القويه اللي لها علاقه بالسمعه ولكن بدك تنتبه خصوصا مواليد العشريه الثالثه ما يغامروا ما يجازفوا ما يدخلوا باشياء مشبوهه ما يشوهوا سمعتهم مهما كانت الظروف ينتبهوا اثناء تعاملهم مع زملائهم او رؤسائهم بالعمل ويحاولوا ما يتغيبوا او يتاخروا عن عملهم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا أورانوس هنا بعزز بعض النقاط القوة على مستوى الصداقة فمنكو ممكن ينشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالأصدقاء أو تحمل له هاي الفترة لقاء مثلا ويتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز أشياء بقوة وبتعزز من علاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء روتينية على مستوى بيت المتاعب ما في أي تأثيرات أهم شيء أنه اليوم رح ينتقل القمر من بيت متاعبك يعني في ساعات الصباح إلى بيتك الأول فأهم شيء أنه اللي التعب أو شعورك بالقلق حاول أنه لغاية ساعات الصباح أنك تظلك ضابط أعصابك راقب غذائك راقب صحتك هاي أهم النقاط برج الأسد طبعاً زي ما نبهنا باليومين الماضيات إنه القمر موجود في بيتك 11 بيت الأصدقاء فبضلوا نشيطين في أمور الأصدقاء اليوم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بدكم تنتبهوا شوي الأمور ما راح تكون لصالحكم راح تشعروا بنوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع القلق صحيح إنه الزهرة بتعزز نقاط يعني بتخفف من الضغط ولكن إنه أنتوا مقبلين على فترة القمر راح يكون في بيت المتاعب فبتطلب منكم الاهتمام بصحتكم وتكونوا جاهزين انه ممكن بعض الامور تتعطل عندكم ما تمشي معكم مثل ما بدكم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء هنا الشمس طبعا بتحدث بعض المفاجآت على المستوى المالي اهم شيء انه تنتبهوا اليوم في تحصيل لبعض المكاسب ولكن من ساعات الظهر الأمور بتصير فيها سلبية بدكم تنتبهوا خصوصا مواليد آخر العشرية الثانية أول الثالثة هذولا بدهم ينتبهوا من مصاريف مفاجئة أو ضغط مالي أو شيء مقلق بالنسبة للوضع المالي فعشان هيك بدكم تنتبهوا لمصاريفكم أموالكم حاولوا تكونوا عقلانيين أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بنحكي عن عطارد عطارد بيدعمك على بعض المسائل اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات الأوضاع جيدة بتعزز نقاط كثيرة بهاي الأمور فعشان هيك اللي عنده امتحان أو عنده مقابل اليوم ماشي رح تساعدك فيه ولكن احتياطا حاول تدرس وتستعد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أو أثناء حواركم ما بين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما فيها أي مشاكل بالعكس أنت مسيطر على الأمور بشكل جيد ولكن أهم شيء أنك ما تقصر بحقوقك الزوجية أو تتقاعص وبرضو ما تهمل مسؤولياتك ممكن يتطلب منك البيت بعض الاهتمام في بعض المسائل مثل ترتيب أو ديكورات أو اهتمامات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني بتميل للروتينية على المستوى العاطفي أو تعاطيك أو تعاملك مع الأحبة بالفترة هاي ممكن تحمل لك نوع من أنواع الحوار أو النقاش ما بينك وبين أحد الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو هنا على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل الجدي بدعم بعض المسائل طبعا بزاويه المشتري هي اللي خففت الضغط شوي فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه او المهمه وفي منكم راح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقه بالعمل او انجاز عمل ضروري ولكن الاهم الوضع الصحي انه اليوم يعني شوي في نوع من انواع الاستقرار ولكن التعب بصير من بيت متاعبك فعشان هيك برضه بدك تضلك مراقب وضعك الصحي كثير اما بالنسبه للبيت السابع فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكه بتعزز نقاط لها علاقه بالشراكه ما بينك وشركاء المال او العاطفة او الازواج فممكن تتعاطى بحوار او نقاش معين ولكن اهم شيء ضبط الاعصاب ما في داعي للتهور وما في داعي للعصبيه وكون واضح بكلامك وحاول انك يعني تعمل نوع من انواع التقارب اما بالنسبه للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركه والحوارات الماليه او الاموال الغير او اموال الزوج او الاموال المشتركه او القضايا اللي لها علاقه بالمسائل البنكيه او الغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ وبيتراجع فعشان هيك بيضغط على مسائل اللي لها علاقة إما بالسفر يعني اللي مش بتضغط بشكل يعني ممكن سهل جدا أنه يتأجل سفر أو يلتغي سفر أو أنت وانت مسافر تنسى أغراض لإلك يعني بدك تكون حذر من هاي الأمور أثناء تعاملك مع الأجانب بدك تضبط أعصابك ولسانك ما تكون حد ممكن تعطل مسألة أو تنهي علاقة مع أشخاص خارج البلاد أو تدخل بحوارات ونقاشات حادة على مستوى الجامعات نفس الشيء ممكن شوي تسبب لحالك نوع من أنواع الضغط أو تسبب لك نوع من أنواع الحساسية إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا فيها ضغط معين حاول ضبط أعصابك ما في داعي لا التهور او لا المجازفات بالفتره هاي يعني حاول تحافظ على سمعتك قدر الامكان وبرضه في نفس اللحظه الامور بتتطلب منك بعض المسائل اللي لها علاقه طريقه التواصل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل بدها تكون مرنه بدون خلافات اما بالنسبه لبيتك 11 فبرضه على مستوى بيت الاصدقاء الاجواء روتينيه فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه او المهمه بمساعده احد الاصدقاء ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تتعاون معهم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فحكينا أنه من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وأعصابكم وبسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ تخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء طبعا اليوم في عندكم نشاط غير المعتاد فعشان هيك يب... اليوم راح تنشطوا ببعض الامور المهمه والتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات والزيارات ولكن الاهم انه مواليد العشريه اخر العشريه الثانيه اول الثالثه هذول أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين من بعض التعطيل أو بعض الأمور اللي ما رح تمشي معهم بالشكل اللي هم بدهم إياه فممكن يحدث لهم بعض المفاجآت إما على المستوى النفسي أو على مستوى مشاكل عامة فبدكم تكونوا حذرين بسبب تقلب أول شيء تقابل الشمس اللي موجودة عندكم مع نبتون وهي أشياء تضغطك على مستوى الشخصي وعلى مستوى بيت الشراكه اما بالنسبه للبيت الثاني فالاجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي لها علاقه بالمال فممكن تسعى لتحسين وضع مالي او مكاسب او دعم معين الاهم ضبط الاعصاب ما في داعي للاندفاع ولا للتهور ولا لا امور لها علاقه بالمصاريف للزياده وخصوصا عن الامور الماليه احنا بنحكي ممكن تحصلوا بعض المكاسب اللي بتيجي عن طريق دعم معين او امور ماليه او ممكن من عمل اضافي اما بالنسبه للبيت الثالث فبساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والنشاط يعني عندك نشاط عالي اليوم فعشان هيك بتنشط بالاتصالات والحركه في منكم راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقه اما بسياره او لها علاقه في بعض الامور اللي بتتعلق في افراد العائله او احد الاخوه او احد الجيران أما بالنسبة للامتحانات فاللي بده يدخل على الامتحانات بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ. أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا بنحكي على مستوى البيت دير بالك تتقاعص بمسؤولياتك أو تتراجع مسؤولياتك بالفترة هاي أو اهتماماتك بالبيت أو بأفراد العائلة حاول أنك اليوم تضبط أعصابك برضو أثناء تعاملك معهم ما في داعي للحدية أو للعتاب حدد كلماتك بدون توجيه النقد اللاذع او الكلام الجارح. اما بالنسبه للبيت الخامس على المستوى العاطفي طبعا بنحكي عن الجدي بعزز بعض النقاط بقوه على المستوى العاطفي او التقارب ما بينك وبين الاحبه او التفاهم على مساله معينه. اهم شيء زي ما حكينا ابتعد عن الكلام اللاذع والانتقادات الامور بتكون جيده ممكن يكون لك تعامل مع احد الابناء او احد الوالدين. أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل في بعض المسائل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو مراقبة الصحة إلك أو لأحد المقربين أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز نقاط إلها علاقة بالشراكة إلا أنه زاوية التقابل مع الشمس شوي بتخلي فيه حدية واندفاع، تهور، كلام لاذع وجارح في بعض الاوقات، خيالكم بعد مرات بخليكم تشطحوا بالتفكير في بعض المسائل اللي بتتعلق بالازواج او الزوج، اضبطوا اعصابكم قدر الامكان وابتعدوا عن الكلام زي ما حكينا اللي فيه اذيه او فيه جرح أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا المريخ هنا بضغطك على مسائل لها علاقة بأموال الغير أو الأموال المشتركة أو الأموال اللي بتتعلق في أموال غيرك يعني اللي أنت ما بتملكها أنت بتعمل فيها اللي هي قروض وديون نفقة ميراث أشياء زي هيك حاول قدر الإمكان إنه تحسن التصرف فيها إذا كان في قضية لها علاقة بالأمور المالية ما تهملها. اما بالنسبه للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك بحمل نوع من انواع الايجابيه على مستوى حتى الامتحانات او على مستوى الجامعه او على مستوى السفر ممكن سفر مفاجئ لكن انا لانه بشوف اورانوس لانه بتراجع فعشان هيك بقول استعدوا وادرسوا بشكل جيد وكونوا حذرين عن كل ما يتعلق في البيت التاسع بكون افضل. أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر تقريبا القمر موجود فيه فعشان هيك حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاولوا ما تتغيبوا عن عملكم وما تبالغوا بملذاتكم ما تجازف بسمعتك ما تخالف القوانين في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت 11 فبتنشطوا بين الأصدقاء ممكن هاي الامور انك تساعدك انك تشوف الامور بوضوح بنظره متفائله بيطمئن بالك الى حصد الدعم والتاييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل جيد اهم شيء انك تلطف الاجواء وحاول انك تعيد او ترجع العلاقات لطبيعتها يعني الفتره هاي بتحمل نوع من انواع المصالحه. اما بالنسبه لبيتك 12 فالزهره اليوم ايجابيه فبتدعمك في بعض المسائل على مستوى العمل على مستوى الصحه يعني بتعطيك نوع من انواع الطاقه الايجابيه وبتعزز امور كثيره عندك اهم شيء زي ما حكينا انه تنتبه على صحه احد الاحبه ان ظهرت بعض المسائل بتتعلق في احد المعارف او احد الاحبه. برج الميزان طبعا القمر راح يضل داعمك لغاية ساعات الصباح لأنه موجود في بيتك التاسع ولكن زي ما حكينا أنه من ساعات الصباح القمر راح ينتقل لبيت السمعة فشوي الأجواء عندك بتكون يعني فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك مزاجك متقلب قراراتك متقلبة عندك شوية أمور ممكن أنت تتصرف تصرف اللي قبالك ما يرغبوه فعشان هيك ممكن هذا يشكل لك نوع من انواع الضغط حاول تضبط اعصابك جاري الامور بدون انفعال او عصبية او تقلب بالمزاج اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على مستوى الامور المالية الفترة هاي بتحمل بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم ولكن الاهم منكم تحافظوا على اموالكم وعلى ميزانيتكم وتكونوا عقلانيين بصرف الفلوس اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء هنا بتعزز من نشاطك بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وحتى التعامل مع اخ او جار ولكن الاهم انه تحاول انك تدرس وتستعد بشكل جيد اذا كان عندك امتحان او مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالبيت فممكن تتخذ قرار أو خطوة إلها علاقة في البيت أو في العائلة أو باتجاه معين بقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ولكن ممكن بعض الأشخاص فضولهم أو تدخلهم في شؤونك يعني يسبب لك نوع من أنواع الإحباط أو تراجع بالطاقة وخصوصا بالبيت فعشان هيك تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على إشي له علاقة بالبيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالعاطفة فممكن تعزز عاطفتك او تتواصل بشكل جيد ما بينك وبين الأحبة حتى ما بينك وبين الأبناء او اهتمامك بأحد الوالدين ممكن يكون ايجابي ولصالحك ، اهم شيء انك تكون واضح بكلامك وما تكون جارح ولادع. اما بالنسبه للبيت السادس فهنا بعزز امور لها علاقه بامور العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضروريه والمهمه وفي منكم راح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقه بالشؤون الصحيه اكثر المتضررين هم مواليد اخر العشريه الثانيه واول العشريه الثالثه هذولا بدهم ينتبهوا على اعمالهم وينتبهوا على صحتهم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا المريخ بدأ يتراجع فتأثيراته سلبية جدا وخصوصا مواليد العشرية الثالثة هذول بدهم يكونوا حذرين من أي مواجهة أو من أي كلام أو من أي حدية بالطباع أثناء تعاملهم مع شركائهم شركاء المال أو العاطفي أو ما بينهم وبين الأزواج فهذول أكثر ناس الفترة هاي بتضغط عليهم بشكل كبير فبدهم يكونوا حذرين من فرض وجهة النظر أو من الكلام الغير مفهوم أما بالنسبة للبيت الثامن، فالاجواء هنا بتحدث بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة، فبتكونوا حذرين برضو من أي أمور مالية مشتركة زي قروض، ديون، ميراث، نفقة، قضايا مالية، ضريبة، تأمين، هاي كلها بتكونوا حذرين منها. اللي بيعملوا في مجالات الغيبية بدهم يكونوا حذرين جداً من بعض التقلبات اللي ممكن تكون مش لصالحهم. أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والنقاشات يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك بقوة ولكن أهم إشي زي ما حكينا إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ في بعضك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالسفر أو بالتنقلات أو بالدراسة الجامعية اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد في ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر فهنا بدكم تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في الأولويات وما تخلي حدا يثير انفعالاتك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات أنت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالاتصالات فاليوم رح تنشط بأمور إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو فرحة معينة أو خبر معين يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا من الشمس ما زالت بتشكل بعض الأعباء أو يعني بعض الضغوطات عليك فعشان هيك تضغطك على مستوى العمل على مستوى الصحة على مستوى القرارات على مستوى الأعطال لبعض الأمور أنها ما تمشي معك بسهولة وبرضه بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد المقربين لا إلك. برج العقرب طبعا الاجواء ما زالت لانه القمر موجود مقابلك يعني في درجات المقابله اللي هي عاده لما بيصير في البيت السادس السابع الثامن هاي بنعتبرها مقابله ضاغطه عليكو واليوم هو لاخر يوم في البيت الثامن فعشان هيك الضغط اليوم راح يكون اقل شوي الاهتمامات راح تظل ساعات الصباح بتتعلق بالامور الماليه او الميزانيه او الدفعات او القلق من موضوع مالي معين أو أهم شيء أنه حاولوا تضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع الأحبة وتكونوا واضحين بطرحكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط المالية بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن أو تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الحوارات واللقاءات والاتصالات والنقاشات الأجواء داعمة بشكل جيد وبتدعمك بقوة برضو خلال هذا اليوم أهم أنك تستثمرها بشكل جيد على مستوى تنفيذ الأعمال الضرورية أو المهمة ممكن تنشط باتصالاتك بشكل كبير انتبه بس من عصبيتك وردات فعلك اللي عنده مقابلة أو امتحان بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور البيتية تلفت انتباهك ممكن تتخذ قرار أو يعني تقدم على خطوة معينة جريئة شوي ممكن أنها تسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو ما تعجب أطراف أخرى ما يتهتم المهم أنك أنت مقتنع بالإشي اللي أنت بتعمله ممكن بعض الإنجازات أو التقارب العائلي ما بينك وبين أفراد العائلة هذا يدعمك بشكل قوي بالفترة هاي اهم شيء انك تادي مسؤولياتك وتقاربك ما بينك وبين افراد العائله حتى لو كان في مشاكل اتجاوزها اما بالنسبه للبيت الخامس فالاجواء هنا شوي بدكم تنتبهوا على المستوى العاطفي لانه الفتره هاي بتحمل نوع من انواع النقاشات او الحوارات او الحديه مع الاحبه وخصوصا اللي هم مواليد اخر العشريه الثانيه اول العشريه الثالثه هذول هم اللي بدهم يكونوا منتبهين من سوء تفاهم أو حوار أو نقاش حاد ما بينهم وبين أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا ضغط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة حاول تنجزوا الأعمال الضرورية ما ترهقوا حالكم ما تدخلوا حالكم بورشات عمل مرهقة وانتبهوا على صحتكم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية بعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة أو التقارب ما بينك وبين الشركاء ممكن شوي يصير بعض المشاحنات أو الملاسنات اللي بتيجي بشكل مفاجئ ولكن سرعان ما إنها بتنتهي ولكن إذا جاريت أو تعاطيت مع هاي السلبية ممكن يصير خلاف كبير ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا زي ما حكينا أنه القمر موجود لليوم الأخير في البيت الثامن مقابلكم ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة واهتموا فيها بشكل جيد ما تهملوا أي أمور إلها علاقة بالقضايا المالية مهما كانت الأمور تافهة بنظرك أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهنا ممكن يصلكم خبر سار من بعيد هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحظوظ ممكن تفكر بالسفر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبكون عندك نوع من أنواع الاتصالات البعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب حتى على مستوى الجامعات الاجواء جيده وبتدعم بقوه ممكن تتلقى بعض الاشخاص او تلتقي بعض الاشخاص حول طاوله حوار للتفاوض ممكن معالجه مسائل متنوعه اما بالنسبه للبيت العاشر فطبعا بنحكي عن بيت السمعه الامور جيده وداعمه بتقدر تدافع عن سمعتك او تعزز سمعتك خلال هذا اليوم وبرضه بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم تتحرك على مستوى الأصدقاء والحوارات والنقاشات ودعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ولكن بدك تحذر إذا كنت من مواليد آخر العشرية الثانية أول العشرية الثالثة بدك تحذر من نقاشات أو حوارات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 يعني بيت المتاعب عطارد فعشان هيك بتنشط ببعض الاعمال حاول انك ما ترهق حالك كثير لانه عطارد بيعطيك حركه كثير وبخليك تفتح ورشات عمل وخصوصا ستات البيوت فهذا الاشي برهقهم بتعبهم بسبب لهم نوع من الاوجاع او الالام اللي لها علاقه بالعضلات او الاعصاب بدهم ينتبهوا حتى الصداع الام اللي بتيجي في الراس بدهم ينتبهوا منها برضو بدهم ينتبهوا على إنجاز أعمالهم والفترة هاي برضو فيها نوع من أنواع القلق على صحة أحد المقربين أو أحد الأحباء برج القوس طبعا القمر الآن رح يتحرك من البيت السابع للبيت الثامن فهذا شوي رح يأثر عليكم يعني أخف حدية من الأيام الماضية ولكن أنه ما زالت الأجواء متوترة شوي يعني بتشعر بنوع من أنواع القلق أو أن الأمور مش ماشية معك مثل ما بدك الاهتمامات اليوم خصوصا من ساعات الصباح راح تهتم بالأمور المالية أكثر أو بالمكاسب المالية أو حلول لوضع مالي معين أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا المشتري بيجيب لك بعض الفرص اللي لها علاقة بالمال أو المكاسب المالية أو ترتيب وضع مالي معين ولكن بترتفع المصاريف او الدفعات او الالتزامات عليك او عليك بعض المطالبات الماليه اهم شيء انك تنتبه للوضع المالي بدون تبذير اما بالنسبه للبيت الثالث فهو بعزز نقاط الها علاقه بالاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضه قدره على التسويق والاهتمام بمواضيع العلاقة علاقه اما بالسيارات او بالاجهزه الالكترونيه اكثر في منكم رح ينشط في مسائل الها علاقه بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو أمور شؤون داخلية مثلا عائلية ممكن تهتم ببعض التصليحات أو التربي الترميمات ولكن مواليد آخر, آخر العشرية الثانية أو العشرية الثالثة من مواليد برج القوس هذولا اللي بدهم ينتبهوا من أي خلافات أو نقاشات أو حوارات منزلية اما بالنسبه للبيت الخامس فطبعا المريخ وانا باثر على مواليد العشريه الثالثه بجيب لهم يعني نوع من انواع ردات الفعل السلبيه او حتى الانتقادات او الكلام اللاذع اثناء تعاملهم مع الاحبه او خلافات فعشان هيك العلاقات المتارجحه هم اللي عرضه للانفصال بالفتره هاي او قطع العلاقه نهائيا ما بينهم. اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي الها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالعمل انجاز بعض الاعمال ولكن على المستوى الصحي بدك تنتبه لبعض التقلبات. اما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع بدعمك في بعض المسائل اللي الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية تواصلك مع الشركاء. حل بعض الامور اللي بتتعلق ما بينك وبين الزوج او الزوجه طبعا القمر ما زال موجود بوسعك تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفه ولكن من ساعات الصباح طبعا القمر راح ينتقل للبيت الثامن فهنا بتعيدوا ضبط اموركم الماليه المشتركه باستطاعتكم تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونه والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعيه عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل. أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم طبعا الأجواء جيدة من الزهرة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات أو تفكير بالسفر أو حتى أمور إلها علاقة بالجامعات أو الدراسة أو المناقشات أو الحوارات أو التنقلات. فهاي نقاط قوية الزهرة اليوم إيجابية بتدعمك في هاي المسائل كلها حتى بعلاقاتك مع أشخاص خارج البلاد برضو بتكون قوية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الشمس هنا موجودة وعاملة مقابلة بيت السمعة فمنقول لمواليد العشرية الثانية والمواليد العشرية الثالثة آخر الثاني أول الثالثة هذولا أكثر ناس بدهم ينتبهوا ما يحاولوا يشوهوا سمعتهم ما يجازفوا ما يغامروا ما يدخلوا بأي مواجهات أو خلافات بالفترة هاي وما يخالفوا القوانين أثناء تعاملهم في مكان العمل ما يدخلوا بأي حوارات حادة ما بينهم وبين زملائهم أو رؤسائهم بالعمل ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز من صداقاتك فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أو حتى تواصل جيد يكون ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بتدعم على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أهم شيء انكم تراقبوا صحتكم وتستشيروا أطباءكم إن دعت الحاجة في الفترة هاي في نوع من أنواع القلق بكون على مستوى صحة أحد الأحبة أو أحد المعارف برج الجدي طبعا القمر راح يظل موجود في البيت السادس لغاية ساعات الصباح بعدين راح ينتقل يصير مقابلك تماما في السرطان فعشان هيك شوي بتلاقي نطاقتك طاقتك ضعيفة اليوم بتحس في نوع من انواع الاحباط او التوتر او القلق او حتى انه بعض الامور بتتعطل عندك برضو بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب الجيدة على المستوى المالي فممكن أنه لغاية ساعات الصباح يعني تحصل مكسب أو اهتمام مالي أو موضوع مالي معين أهم شيء أنك تحاول تقلل من مصاريفك أو من بعض الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتواصل والتنقل والإقناع وسرعة البديهة ولكن اللي عنده امتحان او مقابله بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ اكثر الاشخاص اللي راح يكونوا شوي مضغوطين في الفتره هاي بشكل سلبي هم مواليد اخر العشريه الثانيه اول العشريه الثالثه هذول بدهم ينتبهوا بشكل جيد لصحتهم لتنقلاتهم حضرهم اثناء التنقلات واثناء القياده يعني بدها تركيز اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من انواع الحدية وخصوصا لمواليد العشرية الثالثة ديروا بالكم من النقاشات والحوارات والمشاكل والخلافات او اهمال مسائل بيتية او عائلية يعني الامور بدها تركيز عالي وفي نفس اللحظة قدرة على انجاز كل المسؤوليات وتخلي في تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة صحيح أنه هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد أفراد العيلة أو موضوع معين أو مشكلة مثلا بتطلب منك الاهتمام لحلها فما تخالف التعليمات وفي نفس اللحظة ما تدخل بحوارات ونقاشات حادة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا أورانوس اللي بيحدث المفاجآت فبدك تنتبه لأنه أورانوس بيجيبها يا إيجابية يا سلبية أثناء تعاملكم مع أحبائكم بدكم تحذروا أنه كلامكم لازم يكون واضح ما في داعي للتسرع ولا القرارات الخاطئة يعني بدها نوع من انواع التركيز بشكل جيد. بالنسبة للبيت السادس الاجواء هنا بتدعمك على مستوى الصحة لانه القمر موجود في البيت السادس بس اهم شيء الانتباه يعني بدك تنتبه من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي على المستوى الصحي مش بالشكل القوي ولكن هي بتشعر نوع من انواع ضعف الطاقة. ممكن بعض الامور على مستوى العمل عشان هيك بنقول لكم واصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم. أما بالنسبة للبيت السابع فطبعاً من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر. بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية. عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل. أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الزهرة رح تدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأموالك أو حقوق لإلك أو ديون لإلك أو استرداد بعض الأموال أو استثمار بعض الأموال اللي ما بتعود لك اللي هي أموال الزوج أو أموال الزوجة حاول تنتبه من التبذير وبرضه في نفس اللحظة هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على بعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد الأحبة أو أحد المقربين أو إما صحيا يعني مصاريف صحية أو مصاريف بتيجي ببيتية مفاجئة أما بالنسبة للبيت التاسع فالرغبة بالسفر بتكون عالية بالفترة هاي حتى على مستوى الاتصالات والحوارات والدراسة والدورات والنشاط الفكري عندك عالي جدا وممكن تبرعوا ببعض النقاشات واللي عنده امتحان جامعي بس او عنده مقابلة اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بعزز نقاط لها علاقة بالسمعة وبقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اهم شيء بدون خلافات وبدون نقاشات وبدون مخالفة القوانين والتعليمات على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات وأمور إلها علاقة بالزيارات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تكون عندك مناسبة معينة فيصير في اجتماع أصدقاء حواليك أو دعم لإلك الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بقوة أهم شيء زي ما حكينا ما في داعي أنك تتحسس أو تعصب اما بالنسبه لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب هنا بنقول لك دير بالك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي على المستوى الصحي او على مستوى العمل فبدك تكون حذر من الامرين، انجز اعمالك بوقتها، انتبه لصحتك، لغذائك، لراحتك، ما في داعي لارهاق لا نفسك زياده عن اللزوم وبرضه بتحمل زي ما حكينا قلق على احد الاحبه. برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس يعني ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الايجابيه الحظوظ بتدعمك بشكل جيد على المستوى العاطفي او المستوى الشخصي او حتى على مستوى بعض الحظوظ في ساعات الصباح بدكم تنتبهوا بشكل كبير لانه الاجواء راح تتغير راح تحس انه في نوع من انواع الاحباط او نوع من انواع التعطيل لبعض المسائل او حتى انه ممكن شوي صحيا تكون مش مرتاح. أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتجيب لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالأمور المالية مكاسب مالية أو عادة بتيجي من عمل إضافي ولكن في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتحصيل أموال له أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا من المريخ بتعطي شوية حدية أو عصبية أو تهور في بعض المسائل ممكن تفقد سيطرتك على اعصابك او تعصب او تنزعج من مساله معينه او تحتد من مساله معينه تتطلب منك ضبط الاعصاب بشكل كبير اهم شيء اذا كان عندك امتحان او مقابله بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تتسرع وترتجل الاجابات اثناء قيادتك للسياره او اثناء تعاملك بالاجهزه الالكترونيه بدك تكون حذر من بعض الاعطال او من بعض الحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتجيب لك مفاجآت العلاقة علاقة بالبيت أو بالعائلة فعشان هيك الاجا... هاي بتيجي يا إيجابية يا سلبية يعني ما بنقدر نحذر عليها بشكل قوي ولكن إجمالا ما فيها السلبية يعني أورانوس مش هالقوة السلبية اللي موجودة عنده فعشان هيك ممكن تجيب أعطال أو ضغوطات أو نقاشات أو حوارات أو التزامات أو أعمال منزلية شوي تكون تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على مستوى العاطفي لغاية ساعات الصباح زي ما حكينا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ولكن من ساعات الصباح بيصير القمر في البيت السادس بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم كون عنصر إيجابي وما تسبب النفور للأشخاص اللي حواليك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الاحداث بسرعه وبتنشط بي ممكن يصير في نشاط معين او تمارس عملك بحماسه اكثر حاذر من الاضطرابات الصحيه اما بالنسبه للبيت السابع على مستوى بيت الشراكه اليوم الاجواء احسن وبتدعم من علاقتك بالشريك او تقارب ما بينك وبين الشركاء فممكن اليوم تحمل لك مصالحه او تقارب ما بينك وبين الزوج او الزوجه او حل مساله معينه المهم أهم يعني الأهم أنك أنت تبادر بهاي الخطوة أو يكون عندك قابلية لهاي الخطوة بدون حدية أو بدون انفعالات أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا الأموال المشتركة في بعض المسائل اللي ممكن تظهر على الساحة لها علاقة بالمطالبات أو ضغط مالي معين أو مصاريف زيادة لها علاقة بالأموال المشتركة أهم مش أنك تحسن إدارتها وتستشير ممكن تتاجل مسائل لها علاقه ببعض المسائل البنكيه او القروض او الديون ولكن اجمالا لو كررت المحاوله ممكن تكون لصالحك اذا كان في قضيه ماليه او امور لها علاقه بالقضاء المالي حاول انك تهتم فيها بشكل وافي بدون اهمالها اما بالنسبه للبيت التاسع فالاجواء هنا بتدعمك على مستوى امور لها علاقه بالسفر او الاتصالات البعيده او تواصل مع اشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالجامعة أو الدراسة أو الامتحانات أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة يعني بدك تستعد شوي لأن الأجواء إيجابية والحظوظ بتدعمك ولكن الدراسة دائما أنا لازم أحكيها نفس العبارة أنه أدرس واستعد بشكل جيد حتى لو الحظوظ كانت لصالحك فأنت عشان تدعم الموقف وتجيب علامات أحسن أو نتائج أفضل أدرس واستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى بيت السمعة وبيعزز من علاقاتك ومن معارفك وبرضه أهم شيء أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تتسرع بقراراتك وابعد عن الخلافات والنقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهي بتعزز علاقاتك وبتقارب ما بينك وبين الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء في مسائل معينة إلى أجواء إيجابية وداعمة لك بقوة أهم شيء أنك تركز بشكل جيد وتعرف من مين تطلب المساعدة ومين تتعامل معاه أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء بيت المتاعب زي البيت السادس تقريبا بقول لك انتبه على اعمالك وحاول تنجزها ما ما تتقاعص بانجاز اعمالك وبرضه ما ترهق حالك كثير يعني ما انجز الاعمال الضروريه وفي منكم راح يهتم ببعض الشؤون الصحيه او متابعات صحيه او رقابات صحيه برضه في نوع من انواع القلق على صحه احد الاحبه او امور لها علاقه باحد المقربين برج الحوت طبعا بتظل المسائل البيتية هي اللي شاغلة فكركم لغاية ساعات الصباح بعدين الأجواء رح تتغير لصالحكم يعني رح تشعر ببعض الحيوية والطاقة الإيجابية وأمور حيوية يعني تكون لصالحك كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر بصير مزاجك أحسن والحظوظ بتدعمك بشكل أوفى اما بالنسبة للبيت الثاني برضه بنرجع بنحذر مواليد العشرية الثالثة من امور إلها علاقة بالمصاريف او الدفعات او الالتزامات بدك تكون حذر ورتب امورك المالية بشكل جيد ما في داعي للاسراف او التعامل بالامور المالية ببذخ يعني حاول تركز بشكل جيد لانه الفترة هاي زي ما بيجيك داخل مالي بيجيك مصاريف زيادة مقابلها شوي بتسوي نوع من انواع الارباك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والفترة هاي بتحمل لك إما مشوار مفاجئ أو سفرة أو نزهة أو تنقل من مدينة لمدينة أو اتصالات بتجيك بشكل مفاجئ وبتكون كثيفة مرة واحدة وبعدين بتهدأ مرة واحدة يعني في مفاجآت بتصير في هاي الأمور حتى في بعضكم رح يخضع لامتحان أو مناقشة أو حوار بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا مستقرة يعني القمر موجود فيها اهم شيء انكو ممكن تنهمكوا في امور الها صلة بالبيت والعائلة زي تصليحات ترميمات علاقات او تطوير علاقات او مصالحات من ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت الخامس فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من احباء مع احبائكم بتزداد وتيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات صحيح أنها راح تقارب ما بينك وبين الأحبة وراح تدعمك بشكل جيد ولكن حاول تكون واضح بطرحك وبتفاهمك مع الحبيب بدون كلام مبهم يعني بوضوح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل قوي جدا على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة اليوم خصوصا أن الزهرة أنهت زاويتها مع المريخ فعشان هيك الأجواء صارت إيجابية شيئا ما فبتدعم لعمل جديد أو إنجاز بعض الأعمال أو ترقية أو مديح أو أمور إلها علاقة في الوضع الصحي إنه بتحس إنه بلشت تتماثل الأمور عندك للشفاء أكثر ، أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بنحكي عن المشت-عن المقابلة اللي هي بيتك السابع بيت الشراكة. فبنقول لك دير بالك خصوصا مواليد الاخر العشرية الثانية اول الثالثة ديروا بالكم من النقاشات والحوارات وسوء التفاهم او الالتباس ما بينك وبين تعاملك مع الشريك خصوصا الازواج تحديدا يعني فبدك تكون واضح وبرضه حاول تنتبه لطاقتك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتدعمك بقوة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تنجز بعض الأشياء الضرورية والمهمة أو يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي أو أموال الغير اللي عنده قضية أو عنده أمور لها علاقة بالمحاكم المالية زي نفقة ميراث هاي الأمور تقريبا الأجواء بتصير لصالحكم خلال جلسات الفترة هاي فحاولوا تستثمروها لتدعيم مواقفكم بشكل قوي اما بالنسبه للبيت التاسع فالاجواء هنا روتينيه على مستوى الاتصالات البعيده والتواصل مع اشخاص خارج البلاد حتى على مستوى الامتحانات والدراسه الجامعيه حاولوا اذا كان عندكم امتحان او مقابله انكم تستعدوا بشكل جيد وتدرسوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ اما بالنسبه للبيت العاشر فانا شايف البيت العاشر بيت السمعه ما في اي تاثيرات عليه فعشان هيك تقدروا تدافعوا وتعززوا من سمعتكم قدر الامكان وفي منكم راح يوطد علاقه ما بينه وبين زملائه او رؤسائه بالعمل او يسمع مديح لبعض الانجازات اما بالنسبه لبيتك 11 فاليوم راح تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقه بالاصدقاء وممكن يتوجه لك دعوه لحضور حفله او مناسبه او لقاء او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء وممكن حتى انه أي تكون الزياره عندك او المقابله عندك في البيت نفسه حاول انك تستفيد من هاي الزيارات او من هاي العلاقات اليوم قدر الامكان اذا كان لك حاجه معينه وبتعرف انه احد الاصدقاء ممكن يساعدك فممكن اليوم تطلبها اما بالنسبه لبيت المتاعب فالاجواء روتينيه ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي حاول انك تنجز الاعمال الضروريه والمهمه حاول ما تخلي اعمالك تتراكم يعني بدها نوع من انواع التركيز برضو انتبه لوضعك الصحي لانه الفتره هاي اما بتحمل نوع من انواع القلق عليك وطبعا هاي بتيجي باشياء عابره مش اشياء مزمنه كبيره او ثقيله فيها قابليه للشفاء منها وفي اشخاص منكم ممكن شوي يكون القلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المعارف هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء